أوبرا عيدة ده إنتاج صوت القاهرة، وهي برضو شركة من شركات اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو الهيئة الوطنية للإعلام. أسامة غازي الكاتب ده صديقي من أيام معهد السينما، بس أنا كنت قسم إخراج وكان قسم إنتاج، وفجأة قابلني فقال لي أنا كاتب أوبرا عيدة. قلت له يعني مش عايز اعمل تاريخي وهيبقى فيه مشاكل وملابس و في دماغي أوبرا عيدة، الأوبرا عيدة المعروفة عندنا. قال لي طب اقرا بس الملخص ده والحلقة دي. فقريت لقيت أوبرا عيدة مختلفة خالص، لقيت عيدة زي البطلة الدكتورة، وأوبرا ده المحامي سيد أوبرا. ده كان أول ما قريته قلت له طبعا ده الفخراني، فقال لي يا ريت، أنا كنت متخيله برضه. كنا كتبنا حلقتين أنا وأسامة، وطبعا أسامة اللي بيكتب يعني، بس أنا كنت يعني كان بيكتب ويقول لي ونراجع سوا كده، لو طبيعة العلاقة الطبيعية ما بين المخرج والمؤلف. كلمت الفخراني وقلت له هبعت لك مسلسل اعتقد انه هيعجبك قوي. ارى الملخص والحلقه الاولى، كلمني قال لي فين بقيه المسلسل؟ قلت له احنا شغالين فيه، وكملنا كتابه المسلسل في وجود الثلاثه، اسامه غازي المؤلف وانا ويحيى الفخراني، وكنا بنتقابل كل اسبوع في بيت حد، يا اما عندي في البيت وغالبا بنتغدى يوميها سمك مشوي، يا إما عند أسامة في البيت وبرضه بيتغدى سمك مشوي، يا إما عند اليوم في اليوم اللي بيبقى فيه الدكتور يحيى الفخراني ومدام لميس والدكتورة لميس بفوتين في الرجيم، فبيبقى هو ده اليوم اللي بنقعد فيه عند يحيى وبنتغدى عنده بقى، يعني بيبقوا أكل بجد. أوبرا عايدة أوبرا عايدة من المسلسلات المهمة جدا في حياة الأستاذ أحمد صقر. المؤلف بتاعها لم يمهله القدر إن هو يعيش كتير، كتب المسلسل ده وكتب مسلسل تاني عن حادثة حقيقية حصلت في اسكندرية. كون إن احنا نترجم الحادثة دي لواقع مرئي ومتشاف والناس تلتف حواليه، ده كان شيء يحسب للسيناريست والأستاذ أحمد صقر والباقي الفنانين اللي موجودين في جوه العمل. لما يجي اسم مسلسل أوبرا عايدة الحقيقة لازم تقفي لحظات كده وتتأملي، لأنها كانت تجربة خاصة جدا، مش بس لأن المؤلف اللي صاغ السيناريو ده يعني حد كان شديد التميز، ولكن للأسف القدر لم يمهله. أسامة غازي توفى في الأربعينات، وهو كان مقدم تجربة الحقيقة يعني من أهم التجارب اللي اتعملت في التلفزيون، والمسلسل لحد اللحظة دي ما بيتعاد من المسلسلات كده اللي انت يعني شخصية يحيى الفخراني فيها شخصية شديدة الخصوصية في بنائها، علاقته حتى المحامي والبيت اللي هو على القطر ده شريط السكة الحديد، علاقته بالمساعد بتاعه على إذنهم في شيء ما إنساني للغاية وشديد الرقة، يعني حاجة كده بتكشف عن أسامة كان نفسه تركيبة أنا ما عرفوش، بس الحقيقة فيما يبدو لي إن هو كان شخص كمان فعلا شديد الرقة والشهامة. كمان المسلسل القضية اللي كان بيناقشها هي قضية القتل الرحيم، يعني دي قضية بتهيألي صعب إن احنا نناقشها تاني في الدراما دلوقتي، وده الحاجات اللي هي ممكن تمثل لنا علامة استفهام إن انت قد كده كان في قضية مهمة بتطرح في الدراما المصرية على مدار عمرها ومشوارها الطويل جدا لما ابتدى مع بداية التلفزيون المصري، وللأسف احنا دلوقتي ما بقناش نقدر نقرب لها، فده فعلا يعمل لك علامة استفهام كبيرة جدا. اعتقد تقريبا ان 99% من المسلسل متصور في اسكندرية، ومتصور على فترات مختلفة خلال سنة كاملة، معانا جدول النواة وبنروح قبل النواة بيوم او بيومين بنحضر نفسنا ونصور خارجي طبعا، ونصور المشاهد كلها في وجود المطر الطبيعي والجو الضبابي الخاص عشان كده طلع أوبرا عايدة مسلسل خاص جدا.
العلاقه المميزه اللي كانت ما بين الفنانه القديره امينه رزق وسيد اوبرا اللي هو الدور او سيد عبد الحفيظ الشهير بسيد اوبرا لعلاقته بان هو بيسمع اوبرا عايده والعلاقه علاقته بالمزيكا بشكل عام. فانا بشوف ان دي كانت من العلاقات النادره تلاقي زيها في الدراما المصريه. الحقيقه مسلسل اوبرا عايده كان فريد في صياغه العلاقات الانسانيه ما بين شخصياته. يعني حتى لو شفتي اسامه عباس بيتجوز مين عشان المصلحه، مصطفى متولي وعلاقته ازاي بسيد اوبرا، فكره انه سيد اوبرا هو محامي في الاساس، انت شفت شخصيه المحامي في اكتر من معالجه، هو محامي في جزء منه فاسد، يعني هو ممكن يدافع عن ناس عارف كويس قوي ان هي ارتكبت اخطاء ومش مظلومه ولا حاجه، ولكن في النهايه اما جه وقف قدام نفسه قدام مبادئه هو انتصر لفكره مبادئه. وشاركنا كتابه الجزء القانوني استاذ القانون والمحامي الكبير جمال سويد. استاذ جمال سويد ده من اكبر محامين اسكندريه، وتحمس للحكايه قوي وكان بينزل لي من اسكندريه مخصوص عشان يتابع بناء قاعه المحكمه وبعد القفص عن المنصه وابعاد المنصه، واشترك مع اسامه غازي في كتابه المحاكمه دي كانت الحلقه الاخيره. عارفه المحاكمه دي استغرقت حلقه كامله، وهو يعني الحق يقال هو صاحب كلمه اتلهي اللي قالها المحامي لوكيل النيابه ممثل النيابه واعترض وبعدين فصل. شرفت ان انا عملت دور جوه العمل ده، وهو كان يعني دور من ادوار مش يعني من الادوار زي ما تقول ضيف شرف، بس كان له معنى جوه الاحداث في خلال تطور الاحداث ووصولها للنهايه بتاعتها. انا بشوف ان اوبرا عايده بكل التركيبه الدراميه اللي صاغها بالعلاقات الانسانيه المتضفره، حتى لو تفتكري يعني في كده مشاهد ما تقدريش تنسيها، مش بس علاقه يحيى الفخراني بعايده ولا علاقته بعلاء زينهم، مشهد مثلا ما كان علاء زينهم في المستشفى وبيعالج وازاي بيتجوز وبيتعرف الممرضه، الحقيقه دي من المشاهد ما تنساش. تفتكري من اجمل وامتع المشاهد اللي انا عشتها في لايف المشاهد اللي على الكورنيش اللي جمعت ما بين أمينة رزق ومريم فخر الدين وهما بيتمشوا وهما بيلعبوا رياضه. المسلسل اللي هو كان بيناقش القضيه دي، الشخصيه اللي قدمها اسامه عباس، القضيه الشخصيه اللي عملها عزه ابو عوف، كل العباقره اللي هي المشاركين في هذا العمل، وطبعا حنان ترك اللي هي دكتوره عايده، وتطفير ده مع موسيقى اوبرا عايده، الحقيقه كان حاجه في غايه الروعه. يعني المسلسل للحظه دي انا ما بيتعاد كده من اول التتر، فانت ودنك على طول بتجري عشان المسلسل، وطول الوقت كمان، لان هو يمكن هو بيناقش قضيه القتل الرحيم، ولكن جزء التشويق في المسلسل لم يخفض لحظه، انت طول الوقت عايزه تعرفي هو ايه اللي هيحصل تاني، هل عايده هتطلع براءه، هل المؤامره اللي ضدها هتتكشف، هل 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 طول الوقت. فده انا بشوف ان هو من سر تميز السيناريو اللي صاغه اسامه غازي. وافتكر ان من الحاجات اللي انا قريتها وقتها كان شهاده الكاتب الكبير اسامه انور وكاشه في حق اسامه غازي، واللي هو اتكلم قد ايه ان احنا قدام ميلاد كاتب شديد التميز وقدامه احلام كتير ويدي الدراما المصريه